محمد الخليف مراسل شبكة شام من دير الزور. محمد، ما هي آخر التطورات لديك؟ بالفعل أخي، أولا السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام حقيقة ورحمة الله. يوم جديد يطل على محافظة دير الزور وريفها في ظل الهجمة والحملة العسكرية التي تشنها عصابات الأسد منذ أكثر من عام. فمنذ ساعات الفجر الأولى بدأ مسلسل القصف اليومي على أحياء مدينة دير الزور والواقعة تحت سيطرة أبطال الجيش الحر من المدفعية المتمركزة على الجبل براجمات الصواريخ وقذائف الهان وقذائف المدفعية. استهدف القصف أحياء الجبيلة والرشدية والعمال والحويقة، مما سبب هذا القصف دمار كبير في البنية التحتية واحتراق العديد من المنازل وإصابات بين صفوف المدنيين، معظم الإصابات بجروح طفيفة. أيضا قام الثوار اليوم باستهداف المدفعية المتمركزة فوق الجبل بصواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وحققوا إصابات مباشرة. أيضا دارت اشتباكات عنيفة بين مجاهدي جبهة النصرة وعصابات الأسد في حي الرشدية، هذا الحي الذي يشهد أعنف الاشتباكات منذ مدة في محاولة من قوات النظام استرداد ما خسره خلال الأشهر الماضية، ولكن الثوار يتصدون لهم. أيضا قاموا باستهداف برج الدهموش وهو آخر معاقل قوات النظام في حي الرشدية بواسطة مدفع جهنم وحققوا إصابات مباشرة. أيضا اليوم تمكن أحد جنود الأسد من الانشقاق في حي الرصافة وقام بقتل ضابط برتبة نقيب ومعه ثلاثة من جنود قوات النظام مستطاع الهرب ليتم تأمين انشقاقه من قبل الجيش الحر. أيضا حال الريف لا يختلف كثيرا عن حال المدينة، حيث قامت قوات النظام المتمركزة داخل مطار دير الزور العسكري بقصف القرى والبلدات المجاورة للمطار من المدفعية المتمركزة داخل المطار بقذائف المدفعية، ولا سيما قرية المريعية، هذه القرية المنكوبة والتي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف وممنهج من قبل قوات النظام. أيضا قام الثوار باستهداف مطار دير الزور العسكري بقذائف الهاون وحققوا أهداف مباشرة، كما دارت اشتباكات عنيفة. محمد، شكرا جزيلا لك محمد الخليف مراسل شبكة شام، كنت معنا من دير